لله طبعا كان ماتش مهم طبعا، انت عارفه ماتشات الكاس دي ما تتضمنش خالص، فالحمد لله عملنا ماتش كويس يعني استعداد لماتش السوبر ان شاء الله بقى يوم الثلاث مع هليوبوليس. الحمد لله الاداء كان كويس النهارده، حاولنا نجهز الناس كلها يعني كله أدنى الحمد لله. طب احنا شغالين بقى لنا 10 ايام على ماتش هليوبوليس دوت، ان شاء الله باذن الله يعني اتمنى الاول توفيق ربنا باذن الله. انت عارفه ماتشات هيبقى هو ماتش لوك اوت على طول، احنا شغالين برده من تالت شويه ان زي ما قلت برده ده ماتش كاس، هم خبراتهم عاليه يعني فرقه خبراتها عاليه يعني اكيد مركزين في الجيم ده، هم عارفين كويس قوي اهميه الماتش ده، ان دي اول سنه تتعمل في تاريخ الباسكت بول الماتش السوبر دوت. ان شاء الله اتمنى باذن الله تبقى الماتش يوم الثلاث الكاس في النادي الاهلي باذن الله، يعني باذن الله ودعوات الناس ان شاء الله.